يا لهوي، الراجل قطع الحبال مرة تاني. لا، الحال ده ما يتسكتش عليه أبدا. أيوة، سيد يا كناريا، يا الدلعادي يا سيد. أيوة أنا جاي أهو، جاي حاضر. أيوة أيوة. صباحنا وصباح الملك لله. انت ايه حكايتك يا جدع انت؟ هو انا كل ما احط الحبال تقطعها اعمل فيك ايه يعني؟ قولي صباح الخير الاول. لا صباح ولا كلام على ما بيرعوش الاصول. بقول لك يا مستعد، السطوح ده انا صارف عليه شيء وشويات علشان يبقى روف جميل بالشكل ده. ما ينفعش يتنشر عليه غسيل. ثم انا تطوعت بذات نفسي ونزلت عندك في الشقه، عملت لك حبل غسيل في اوضه النوم وحبل غسيل في اوضه الجلوس. ما بتنشريش فيهم ليه؟ ليه مصره تنشري على السطوح؟ اصل ميته في دباديبك وطالعه بقى عشان الاقي حجه واتلكك عشان اشوفك واطمن عليك. انا عارف انك ميته في دباديبي، بس الناس بيتكلموا بيلسنوا. اتحكمي في عواطفك شويه يا مساعد. اقلبها بقى بهزار واضحك عليها بكلمتين حلوين. اسمع يا سيد، بجد انا هحط الحبال تاني، لو قطعتهم مش هيحصل. طيب يعني هتعملي ايه؟ هتذبحيني؟ بس يبقى حرام عليك انك تذبحيني مرتين. لا يا اخوي، هو انا كنت ذبحتك مره قبل كده؟ عينيكي، كل ما بتص فيهم بيذبحوني من غير ما يسموا عليا. ايوه يا اوانتاجي، اضحك عليا بقى بكلمتين. ها بجد يا سيد انا هذا. شفتي اخرتيني؟ انت بتقفل الباب في وشي يا سيد. اخرتيني وكنت هتنسيني اصبح على حبايبي. صباح الفل يا زيزو، صباح القشطه يا ريري، حالا هجيب لكم اكلكم. بتقفل الباب في وشي تاني يا سيد؟ عيب يا مساعد، عيب تبصي على اوضه نوم راجل عازب، الأوضة اللي بيقلع وبيلبس فيها. طب وحيات سعد ابني في غربته لكن مطلعك من خليفة كلها يا سيد. صباح الخير يا أبو الصلح. صباح الرضا يا عم سيد. عصفورين الكناري هم عهدتك. بقولك ايه، محدش يلمسهم ولا يجي جنبهم غيرك. كل يوم هتوصيني ولا ايه؟ عشان اروح مشواري ولا مطمن؟ اتكل على الله وانت مطمن. مهم، عارفين العزم النهارده؟ نزلت السمان ولا كفر عزيزي؟ النازله ان شاء الله ومش هتاخر. طب انا كنت مستنيك عشان نفطر سوا. مفيش وقت. هو لسه راجب ما جاش ولا ايه؟ جه بس انا بعته بطلب البيت. ليه العطله دي بس؟ معاه مفتاح العجل. المفتاح اهو يا سيدي، سابهولك قبل ما يمشي. هدي كده شويه، هدي. اطلع بسرعه دلوقتي عشان الحق مشواري. اطلع. الاسعار دي ما عادتش تنفعني يا بسطة. وبعدين معاك يا سيد، وانا السلك سكرين اكتر ملمع القلب وبرد ارخص من كده. الكلام ده تقوله للسواح اللي بيبيع لهم الهوا، لكن انا اخويا مش لوحدي، انا ليا شريك. خليك جرع يا سيد، البضاعه اللي فاتت لسه ما صرفتش فيها. لازمان يا سي بسطة، هاخدها تاني. هات البضاعه يا مجدي. اجيب ايه؟ ما تجيبش حاجة، كم حتة جابها النهاردة؟ 50 حتة يا باشا. 50 في 20 بقل. لا 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 يا حبيبي، شوف التيشيرت مش أقل من 25. خليك حلو بقى يا سيد. طب قول، أنت بتبيع التيشيرت الواحد للسائح بكام؟ الله الله الله، أنت هتبص لنا في رزقنا ولا إيه يا سيد؟ يا سيدي مش هبص لك في رزقك، بس أنت برضه ما تمصش دمنا. أنت هتخطب لي ولا إيه يا سيد؟ كناريا الحمد لله إني شفتك، ده أنا كأني لقيت 1,000,000 جنيه. خير يا شرف، في إيه؟ انا كنت جاي اسال بسطة يسلفني بشري السواق عشان يطلع فوق سياحي، لكن اذا وجد الماء. الله الله، انت هتاخد عليها ولا ايه؟ طب المره اللي فاتت كان في ظروف، والمره دي في ظرف اصعب. عشان خاطر يا ابو السيد، خلف السواق عيه ونقلناه المستشفى، والفوق مزمزه ولازم يطلع،
واللي انت عايزه. طلعت يا محلى نورها شمس الشموسة، يلا بنا نملى ونحلق أبان الجاموسة. طلعت يا محلى. قالوا على الغنوة اللي انت بتغنيها. It's an Egyptian song يا خواجة. It's folklore, you know. Yeah, I see. Thank you. مستحيين صوتك يا بوسين. والله طب وانت؟ انا ايه؟ انت ايه رايك في صوتي؟ والله يعني الصراحه بتزعل. كده ماشي يعني سماشي. انما قول لي انت تعرف لغات منين؟ انا سالت مستر شرف وقال لي انك عمرك ما اشتغلت في السياحه. شرف ما يعرفنيش كويس. كل اللي يعرفه عني ان انا سيد كناريا اللي بيرسم على البارتي وبيطبع تيشيرتات فرعوني. طب ممكن تقول لي مين هو سيد كناريا الحقيقي؟ يهمك تعرفي يا انسه؟ يهمني يعني ايه يا عم سيد؟ اديكي فهمتيني غلط. سيد كناريا ياكل مساريا ويحب ماريا. وطلعت يا ما احلى نورها. ريبيت افتر مي اول اوف يو. طلعت يا ما احلى نورها. شمس الشموسة. شمس الشموسة. يلا بنا نملا ونحلب لبن الجاموسة. لسه ارجع يا عم سيد. ليه مش هينزلوا عند الهرم عشان يتفرجوا عليه؟ لا غيروا رأيهم، عايزين يروحوا الريف المصري، وبعدين ده مش في البروجرام بتاعي ومش عارفة اعمل ايه. انت مربوكة ليه كده؟ وانت ما بقالكيش كتير بتشتغلي في السياحة؟ ايوه. طب ولا يهمك، انا هحللك الموضوع. طلعت يا ما احلى نورها شمس الشموسة، يلا بنا نملا ونحلق لبن الجاموسة. مش عارف يا انسه مروه، من ساعة ما صحيت الصبح والغنوة دي على بالي ولازقة معايا من ساعتها لغاية دلوقتي. وماله الغنى مش وحش، بس انا بصراحة بقى مش فاهمة انت واخدنا كده مودينا على فين. هتعرفي حالا اوديكم على فين. الو صباحك زي الفل يا عمنا، عاوز منك خدمة. معايا مجموعة سياح عاوزين يتفرجوا على الريف المصري، عاوزين بقى تورينا الريف المصري على اصوله وكرم الفلاح المصري. قد القول والله، مع الف سلامه. عرفت بقى هوديكوا على فين؟ يلا بقى نسمعهم غنوه من الفولكلور اللي بجد وخليهم يرددوا ورانا. شوف في القطار ونغديهم ويتكلوا على الله. اه بس اقول لك حاجه بقى، قبل ما يلف في القطار يبص بص على المعرض. Music!
هلسه. البرنامج اللي احنا بنعمله ده بره البروجرام بتاع شركتك خالص، صح؟ صح. يبقى لا مؤاخذه بقى، دي نظام تاني. يعني ايه؟ يعني السواح دول لازم يدفعوا. ايوه، ما هو ان شاء الله لما نرجع الشركه هقول لمستر شرف ماله. صح. ومستر شرف ماله ومال اللي احنا بنعمله؟ البروجرام ده بره الشركه خالص. ايوه، بس انا ما اقدرش اعمل حاجه زي دي من ورا الشركه بصراحه. برافو، هايل، امانه وشرف على راسي من فوق. بس البرنامج بتاع الشركه اتنفذ بالكامل، اللي احنا بنعمله ده اوبشن زياده، الشركه ملهاش دعوه، فهمتيني؟ يعني ما يعنيش، السواح دول لازم يدفعوا واحنا مش هنخبي على الشركه، هنقول برضو لمستر شرف. يا باشمهندس سيف، يلا حبيبي هات ضيوفك وتعالى، الغدا كله جاهز. وايه بقى؟ معمر مشلتت بالسمن البلدي والزبده. صور، سالوني هاو ماتش ات كوست ودفعوا اللي قلت لهم عليه. وانت قلت لهم كام تقريبا؟ قلت لهم $30 فور افري بيرسون. وكمان طلبت بالدولار؟ انت هايله. انا فقدت بقى. طب شوفي، انا هاخد الربع وانت تاخدي التلات ارباع. لا ما ينفعش، العكس هو صحيح. بقول لك ايه، انا طلبت اللي انا عاوزه بس وما تناقشنيش. بتكلمني؟ لا بكلم نفسي يا سراج. سلامتك، الف الف سلامه، ربنا يزيح عنك. امال كناريا فين؟ المفروض مشوار النازله، لسه ما رجعش لحد دلوقتي كده، اتاخر وانا بدات اقلق. لا ولا دي ولا حاجه، اديله رنج او مستر. الكارت خلص يا سيدي. كناريا فين؟ وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. سوري يا باشمهندس، سيد راح فين؟ المفروض مشوار النازله من الصبح ولسه ما رجعش. خير انا بيه فيه ايه؟ الجدع المخبر الريزل اللي اسمه البورش ده لابد عندي في الورشه من ساعه الصبح ونازل فيا اسئله عن سيد، محدش بيزوره، ملوش اهل. طب جه الشارع هنا من امتى؟ خد بالك من الورشه يا راجل. عايز ايه من سيد كناري يا بورش؟ ان كنت ناسي افكرك. اسمع عجم يا صلاح، ايه اللي حدفك علينا؟ السجوان يغمر لنا كده بشيشه. بس كده يبقى ربع شيشه حضر الصور. بيننا وبين بعض حساب، اتكل على الله. هلا بيليا. نعم يا استاذ وائل. رجلات له ماشي. هيا بقى قول، نزلت علينا تاني بالباراشوت ليه؟ براب صلاح، بلاش اشوف شغل يعني. ايوه بس انت بتغطس وما بتقبش الا بمصيبه جديده، واما تقب مالكش سيره غير سيد كناري. مين اللي بيزوره؟ قاعد فين؟ ورجع تسأل عن أصله وفصله، يبقى المسألة فيها كلام. اسم الله عليك، فيها كلام وفيها كلام كتير قوي. كنت أساس. طب سمعنا يا سيدي الكلام. لما يجي بقى شريكك كناريا نقول كل الكلام. لكن على فكرة بالمناسبة، هو كناريا يعني يقرب لك ايه؟ اشمعنى؟ أصلك يعني من 3-4 سنين كده لما عرفتنا عليه قلت انه واحد قريبك وكان مسافر بره مصر. افتكرت تسال بعد المده دي كلها؟ يا دوبك على ما فهم. خليك في الزيت الوسخ بتاعك. بجد عاجب، بتسال ليه؟ كراسه صلاح، الاداره قالت لي اجيب خبر كناري. اقول لهم لا ولا اعمل ايه؟ انت بتدور على حد يا ابو السيد؟ عليه السمسار ما شفتوش يا خلف؟ لا ما بانش النهارده. ما تيجي تقعد تاخد الشاي الانتيكه الاول. اركن العجله وبص على الورشه واجي اخد الشاي. وحشتوني، كان يوم زي الفل وعجيب وجميل. يا ريت خدتكم معايا. خساره يا كناري، اليوم مش هيفضل جميل للاخر. ليه؟ كفالة الشر يا ابو صلاح. طول ما في واحد اسمه عجم البرش. ازيك يا كناري؟ اهلا يا برش. بقول لك ايه؟ تعالى معايا، عايزينك في الاداره. انت فاكرني هتهوش؟ بقول لك ايه؟ شغل المخبرين ده تعمله على حد غيري. هتيجي معايا بالذوق ولا اخدك بال ولا ايه يا هوا؟ ايه هوا؟ بقول لك ايه؟ انا هجيبها لك من الاخر عشان ما توجعش دماغي.
اكيد فرت على قريبتك ومساعد واشتكيت لك مني وانت فردت روحك وقلت لها ولا يهمك انا هتصرف معاها صح؟ ومساعدة مالهاش دعوة بالموضوع ده. تحلف على المصحف؟ انت تخليني احلف على المصحف؟ كده؟ طب يلا بينا. على فين يعني؟ على الإدارة. أصل أنا عندي كلمتين مهمين قوي عاوز أقولهم في الإدارة. كلام إيه يعني عايز تقول؟ يعني كلمتين على العيال الصيع اللي عاملين خرابة العتقي مارت على المخدرات والماكس والبانجو والكلام يعني اللي بيقولوه الناس ان في ناس بتتسطر عليهم وبتاخد منهم فردة. اكمل ولا كفاية كده ولا تقعد نسقوك شاي؟ تصبح على خير. اتريني لمحته وهو خارج من ورشتك وشه مزروط زي الديك الروم الغضبان واخد في وشه زي الصاروخ. الله، ناديت عليه ما ردش عليا مع ان في الرايحة وفي الجاية متلقى عندي عشان المعلوم. وانت بتتفعل ليه يا خالف؟ وانت عندك لابش في القهوة وخايف اصطادك؟ انت بتلمح لإيه؟ انا مش عارف. انا طالع فوق، لو عليه السمسار فات عليك قول له اطلع للبرج. تصبح على خير. وهيجي منين الخير بقى؟ انت تضرب في الكلام وتلقح وتهرب وتقول لي خير؟ ما تاخدش ببالك. هو ماله مالك يا معلمي ساكن؟ انا عارف يا بركة، ما انت عارف ان دي عوايده، لما غزلته ترقص يدب في الكلام، ما تعرفش رايح فين وجاي منين. مش غريبة يا معلمي، طب علينا فجأة ومحدش عارف له اصل من فصل وراح داخل في زوارقنا وكال عقوله الكل، وكمان هو اللي بيترسم ويلقح علينا بالكلام زي ما يكون ماسك علينا زلة. والله انت عندك حق يا ده بركة. وصلاح الفاخر الاخر بيقولوا انا قريب. الا هو الكلام ده صحيح يا معلم؟ الله، وناش عرفنا لا. وبعدين انت قاعد تحفر في نفوخ اللي خلفوني ليه؟ من احنا ومن اصله وفصله وصفته ونعته؟ هو في حد يا ابني في المرضن هنا يعرف اصل التاني؟ غور، زق عجلك وشوف زباينك، غور في داهيه. هنزق العجل وهنشوف الزباين. فتح يابا. اسم الله عليك يا ست على ست. بقول لك ايه؟ انت كنت مد معاد لسيد كناريا؟ اه ليه؟ هو سال عليا؟ وعايزك تطلع له البرج. ماشي. اقعد خمسه. خير، اللهم اجعله خير يا حاج. هو مكلفك تشوف له سكن تاني؟ لا. الله، امال ايه يعني؟ لا ابدا، المصلحه يعني شغل يعني بيني وبينك. يعني سر يا اخويا؟ نفرض سر هقوله لك برضه. هم من قدامها بتاع الاسرار. غير يا حاج، ما كنت عاينه كويس ايه اللي حصل؟ لا اله الا الله. السلام عليكم. سلام ورحمه الله وبركاته. اتفضل يا عليوه، حماتك بتحبك. تعالى جابر الزيت. لا معلش يا كناري، انا اصلا متغدي، وما اكون متغدي ما اتعشاش ابدا. دول شويه مبار يستاهلوا بقك. لا حس كده بقى، لا ما ينفعش الكلام. ندوق لقمه. اقعد. بسم الله. بسم الله. انت ايه حكايتك يا كناري؟ فهمني، انت مش هتبطل بقى العاده السيئه بتاعتك دي انك تسيب الباب بتاع السطوح مفتوح؟ يا عم الدار امان. لا ما عادش زي زمان يا كناري الكلام ده. مش حد ما كنتش عايش في الشارع وشايف اللي جراله وجرى للناس. اقول لك ايه؟ انا النهارده مبسوط على الاخر ومش عارف حد يعقنني. قول لي ايه الاخبار؟ اخبار ايه؟ ده السجق يجنن. انا مالي مال السجق دلوقتي وانت بتاكله اهو؟ قول لي ايه الاخبار؟ نبتدي باسكندريه. النهارده الظهريه الواد حبش اتصل بيا وقال لي ان الجدع اللي اسمه عواد عبد المحسن ساب اسكندريه من 20 سنه بالظبط وما رجعهاش تاني. ملوش خط سير في مصر؟ لغايه دلوقتي لا. ايه تاني؟ نشوف بقى الست مديحة عبد السلام الشامي دي بقى من جوزة واحد اسمه السيد عبد الرب وصالح الأوسي. طلعت منه عدل أول ما دخل السجن، بس كانت حامل. الواد ربنا افتكره ومات أول ما اتولد على طول. هي سابت اسكندرية مع أهلها، ما اتحملتش، سافرت مع حبوتها على طول لأنها ما طقتش. وبعدين؟ نخش بقى على الظابط كمال الحناوي. ده طلع قريب سيد الأوسي بالظبط، أخته وجدوته وولادهم. دول بقى سابوا اسكندرية في نفس التوقيت تقريبا وراحوا على الأقصر لأن كمال اتنقل هناك. وبعدين؟ الإرهابيين ضربوه في عملية الأقصر المشهورة واستشهد. استشهد؟ أيوه. عين يا كمال، عين يا كمال. هو أنت تعرفه؟ سيبني الواحد دلوقتي عليه. لا طب وبقية الأخبار؟ عندك أخبار عن بيته وولاده؟ لا أنا قصدي يعني بالنسبة للناس التانية وال... لا 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 خلاص عليه، مش عاوز اعرف حاجه عن حد. سد الواحد عليهم. بتشوف
باشا. ادي الناس الحلوين اللي بيروحوا يا ريري، والناس الوحشين هما اللي بيفضلوا يا زيزو. يا ترى عامله ايه دلوقتي يا سنة؟ عايشه فين؟ ولادك عاملين ايه؟ انا غلطان، كان لازم ادور عليك اول ما كانت كناريا كان عارف ان المخبر عجم يبقى ابن خالة ام سعد، عشان كده مهموش. كان منظره يهلك من الضحك. والله مش قادره افهم لغايه دلوقتي، كان قال يا صاحبك ده اساسا بيشتغل ايه؟ قلت لك ومش مصدق، فنان. يا سلام، هو كل اللي يرسم شويه هيروغليفي ولا فرعوني على ورق بردي يبقى اسمه فنان؟ مش بس كده، كناريا بيرسم افيشات الاعلانات ويصممها. يا جماعه خلاص، الوقت تخطاه، الحاجات دي بقت تتعمل جرافيك على الكمبيوتر. الحق يا صلاح، ابو الهول نطق، هما الكلمتين وهيغطس تاني. ايه عبقري مودي؟ مش قلتلكم الواد ده مش طبيعي. انا مش ولد، وبعدين انا اكتر واحد طبيعي في بيت المجانين ده. يخيبك ولد، احنا مجانين يا ولد. مودي استنى عبقري، عايزك بس خلاص، انا مش فضيله. مش هيسأل فيك ولد. بقول لك ايه، خلينا في كناريا بتاعك. ايه كناريا بتاعك ده؟ ايه صلاح، هو مش شريكك؟ هو شريكي يبقى بتاعي. طب وايه المشكله يعني، انت هتعملها خناقه ليه؟ ما تبقاش كده. ما بقاش ايه يا مدمزيل، من فضلك اتكلمي معايا بالاصول. انا اخوك الكبير والمفروض تقولي لي ابي. بلاش ابي، قولي لي يا صلاح. ليه مصرة تناديني بصراحة وانت عارفة ان انا ما بحبوش؟ لا واضح ان مودي عنده حق، احنا عيلة فعلا. طبعا ناقص نلبس كسرولات على دماغتنا. المهم ان اخويا الكبير مش قادر يفهم ان صلح دي ما عادتش تناسب سنه. يعني ايه تناسب سنه؟ يعني انت عجزت وبقى عندك اكتر من 40 سنة وعنس ولا اتجوز. اديكي فتحت لها باب موضوعها المفضل. على فكرة كله بسبب سيد كناريا. وماله سيد كناريا بالموضوع ده؟ هو اكيد هو اللي معقدك من الستات وشغال زن على دماغك، بدليل انه عدى 50 سنة ولسه ما اتجوزش. انا مش فاهمه ايه اللي حدفوا عليك عشان يشاركك. مشاركه غريبه جدا، واحد مشارك براس المال والتاني طرزان ما بيعملش اي حاجه، قلب مجهوده. والله ما انتوا فاهمين حاجه. سامع هوس بابا يا عيله، ولا بلاش عشان خاطره، بعت لي ايميل على الايميل بتاعي وبيقول لي ان هو جاي من اسوان بكره. وشك عايز تقوله، قول. الحقيقة أنا عايز أقول زي ما قلتي وزي ما قالت الست همت دلوقتي. يعني مش فاهم. أنا فعلا عجزت وعنست يا ليلى، وكناريا ملوش دعوة بالموضوع ده، أنا اللي مش شايف غيرها، ولو ما اتجوزتهاش مش هتجوز حد تاني. هي مين دي؟ صاحبتك. صاحبتي أنا؟ أيوه. مين؟ سهام شوقي. سهام؟ بنت اخو الست فايقة. هي مش صاحبتك؟ صاحبتي طبعا وحبيبتي، بس بنت اخو مساعد. سهام. ايوه عمتي. ما تيجي تطلعي معايا لغاية السطح ننضف حبل الغسيل سوا. دلوقتي يا عمتي وانا بحضر درس وبصحح امتحان الشهر؟ وبعدين انت مش هتبطلي منكفة في الراجل بقى؟ الله، مش انت اللي قلتيلي ان السطح ده منفعة عامة لكل السكان وما تسيبيش سيد كناريا يستفرد بيه لوحده؟ كنت غلطان، خلاص فضيها سيرة بقى. سهام ما ينفعش كده يا حبيبتي، انت لسه صغيرة وفي عزك والف مين يتمناك، بس تشاوري. ايه ده ايه ده ايه ده، انت بتتكلمي في ايه يا عمتي؟ انت ايه اللي خلاك تنطي من الشرق للغرب؟ انا ما نطيتش، هو نفس الموضوع. عجم بيقول ان سيد كناريا ده معاه شهادة عالية وكان بيشتغل مهندس كبير على مركب وراجع ومعاه فلوس كتير قوي. وحد قالك بقى ان انا بدور على عريس؟ من غير ما تقولي يا حبيبتي، اللي ما يشوفش من الغربال يبقى اعمى، واذا كان بختك مال مره. من فضلك يا عمتي لو سمحتي،
انا موضوع الجواز ده بينرفزني، ولو جبت لي سيرته تاني همشي واسيب لك البيت. خلاص يا حبيبتي انا هطلع انضف الحبال لوحدي وبعدين هنزل اجهز لك العشاء، ما تزعليش. عايز تهرب من الماضي وتبعد عنه وتبعد عن كل اللي يعرفوك ويعرفوه. قلت عيش مع نفسك في خير شري وادور على الامان، ارجع تاني مش في الماضي واحفر عشان اطلع اللي عاوز ادفنه. قلت تنسى الكل حتى سناء اختك حبيبتك. قلت زمانها عايشه مبسوطه مع جوزها واولادها، بلاش تلخبط حياتهم بماضيك الملوث. طب هتعمل ايه دلوقتي يا سيد بعد ما عرفت ان جوزها استشهد؟ هتتظاهر انك ما عرفتش؟ ما ينفعش يا سيد. تمام سعادتك. في ايه يا شويش؟ واحد اسمه الضماطم مصر يقابل سعادتك. دخله واقفل الباب وما تخليش حد غيره يدخل. تمام سعادتك. مساء الفل يا بهبي. ايه اللي جابك عليهم؟ مش قلت لك ظهورك هنا هيكشفك؟ سعادة الباشا ما انا استنيت لحد الليل متاخر. وبعدين يا باشا الموضوع اللي انا جاي فيه عدم المؤاخذه يعني موضوع مهم قوي. اه ما نفسكش تشوف سيد عبد الرب القوصي؟ لا انت بتهرب. يعني ايه اللي هيفكرني فيه؟ عشرة في الضلمه بجد شفته؟ ايوه. ده ايه ده؟ صار كان راكب عجله وعمال يتفسح فيها. بتقولوا انه هرجع على بره من سنين واشتغل في البحر. يمكن مش هو الفوزي. هو لحمه ودمه مستحيل اغلط فيه. سهل يا بنتي. انا افتكرت طبعا حاجه ضاعت مننا وحاجه مهمه كمان، بس ما افتكرش. انا ما يتهيأليش ان في حاجه ضاعت مني. عاوز تجيبيها لي؟ لا طبعا، يبقى كتر خيرك. تعالي يا بنتي في اي وقت، اهلا بيكي، بكره مستنيكي. العنوان اكتبي عندك، معاكي ورقه وقلم؟ 32 شارع المردني من شارع القلعه بجوار اسم الخليفه. لا اهلا وسهلا بيك ومتشكر قوي قوي قوي، شكرا على اهتمامك. مع السلامه. ايه اللي هيكون ضاع مني يعني؟ صوت ناس برا. بتكلمي مين يا عمتي؟ صوت ناس طالعه السلم. سهام في ايه يا عمتي؟ حريم طالعه سطوح سيد كناري. ايه ده؟ مين هيخبط عليها في ساعة زي دي؟ ايوه مين؟ مين اللي بيخبط؟ أنا جاي أهو. مروة، إيه يا بنت اللي جابك في ساعة زي دي؟ أنت مش كلمتيني وقلت لك تبقى تجيني الصبح؟ ما قدرتش أستنى.